أهلا بكم في بيت الأمة أو نقابة الصحفيين. أنا محمد عبد القدوس مقال لجنة الحريات في نقابة الصحفيين. وعندما أقول بيت الأمة فهذه كلمة في محلها، فهذا فعلا نقابة فوق كل الخلافات الموجودة في مصر وفوق كل الصراعات، مفتوحة للجميع، مفتوحة لكل المظلومين والمسحوقين، ومفتوحة لأصحاب الآراء الحرة بصرف النظر عن اختلافاتها. هذه قاعة مهدت لثورة 25 يناير العظيمة، وهذه قاعة تصدت لكل انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه قاعة انحازت العمال قلبا وقالبا في مطالبهم، وانحازت إلى الموظفين، وانحازت إلى كل فئات المسحوقة في المجتمع. اليوم الحرية للطلاب، حرية الطلاب ندوة عنوانها الجامعات المشكلة والحل. المشكلة والحل، هناك رابط بين اضطهاد الطلاب وبين الأحكام الغريبة الشاذة الصادرة اليوم، الحكم بتاع المنيا بإعدام 600، والحكم بحظر 6 أبريل، وبالإضافة واضطهاد الطلاب. إيه اللي بيجمع الثلاثة دول؟ اللي بيجمعهم القضاء الفاسد، اللي بيجمعهم القضاء المنحاز للسلطة. هذا القضاء فيه خلل أساسي، فيه مشكلة أساسية. أنا زرت السجون المصرية اعتباري عضو في مجلس قومي لحقوق الإنسان، زرت 3 سجون على الأقل. كان دايما والعديد من المعتقلين من الطلاب من الشباب كان يقول المشكلة الأولى التي نشكو منها الظلم، الظلم خارج السجن قبل أن يكون داخل السجن، الظلم النيابة. النيابة التي تقوم بالتجديد المستمر دون حتى النظر، حتى الناس ما بيقفوش قدامها، بتجدد على طول باستمرار. فالقضاء فيه مشكلة أساسية. يبقى المشكلة التي يشكو منها الطلاب ويشكو منها كل فئات الشعب المصري هو القمع والاضطهاد ومساندة القضاء لهذا القمع والاضطهاد. والحل، الحل لا يكون، هو الحل في الديمقراطية حقيقية صحيحة. الحل يكون في تحقيق شعارات ثورة يناير: عيش حرية عدالة اجتماعية. نرحب بأساتذة الجامعة اللي شرفونا، دكتورة ليلى سويف، دكتورة حسام عبد الغفار، وغيرهم وغيرهم من أساتذة الجامعة الذين جاءوا متضامنين مع الطلاب، فأهلا بهم وسهلا. وقبل أن أترك الميكروفون أو قبل أن أترك إدارة اللقاء للأستاذ سعيد عبد الغني، أعلن رفض كل القوى الوطنية الحكم الصادر بحظر 6 أبريل، ورفض كل القوى الوطنية الحكم الصادر بالإعدامات بالجملة، وده طبعا هيسيء إلى مصر أبلغ إساءة. وشكرا.